السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ميوزيك اند فود. اليوم فود غادي نحيدوه، اليوم ميوزيك وبالأخص الدراري والبنيوتات لي جون ولا الناس الكبار اللي بغاو يسجلوا ولا يديروا ستوديو في الدار. ابخي لانترو هوم ستوديو ولا ستوديو في الدار. هاد هوم ستوديو تقدر تديرو في الصالون ولا تديرو بيت نعاس مثلا، ما يهمش. الماتيريال اللي غادي نعطيكم اللي تقدروا ديروا بيت سجال رائع بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يصدعوا الجيران وبغاو يتموسقوا مع راسهم في الدار ويسجلوا ويبدعوا ويمشيوا بعيد. اول حاجه هوم ستوديو كيتصلح لي زاماتور وحتى لي بروفيسيونيل. بالنسبه لي بروفيسيونيل باش مزيانه، واحد كيلعب في ان كلوب ولا في بيانو بار ولا في شي اوتيل اوبليغاتوار خصو يكون عنده ستوديو في الدار. علاش؟ دوك اللحظات اللي كيبقى يسجل كيعرف كيفاش الانسترومون كتخرج، كيفاش لو سون كيخرج، كيفاش كيلعب، لا ديسيبلين ديال لو جو. كيعطيك بزاف ديال القوانين اللي كتبدا تحترمهم فوق لا سين ولا مع الجروب اللي معاك. وبالنسبه لي زاماتور بلاصه ما تخرج تشرب قهوه ولا تمشي تفرج ليا في الكره ولا اي حاجه تافهه، كدير ستوديو في الدار وكتنفع راسك وكتشغل راسك وكتستافد وحنا كتبدع علينا شي حاجه اللي كنبداو نسمعوها وبداو نشكروك عليها. دابا نمشيو للستوديو بالاخص. كاين ستوديو الكبير وستوديو اللي كيكون في الدار اللي سميتو هوم ستوديو. ماشي ولا بدا غادي خصك ان غران ستوديو باش تسجل. نورمالمون تقدر بهاد الماتيريال اللي غنعطيك بارخص ما كاين تدير ستوديو وتقتصد الفليسات ديالك في جيبك. هاد لي بري اللي غنعطيكم هما كلهم تأتمينة لي فلوروب. دونك انا داك الاورو شديتو وضربتو في 11 وهاد الثمن اللي غنعطيك بالدرهم. اول حاجه اللي غادي خصنا هو كارت سون. اون كارت سون هي اللي كتبرونشي فيها لي انسترومون ولي ميكروفون ومنها كتمشي للورديناتور ومن الورديناتور كتسجل. انا كنصحكم بلا كارت سون فوكس رايت سكارلت 2E2، هذه رائعة جدا، فيها انتري USB 2.0 وعندها لي بريز امبلي زوينين وفيها اي حاجة غادي تحتاجوها للتسجيل. وهاد فوكس رايت الثمن ديالها 1800 درهم، يعني ارخص ما كاين من ناحيه لا كاليتي. ثاني حاجه غادي خصكم لي كاسك لي زيكوتور. علاش لي زيكوتور مهمين؟ اول حاجه غادي خصك ليزولاسيون تديرها في لا شومبر فين كتسجل، بحال كيما درت انا لهاد ستوديو ديالي كدير ليزولاسيون. هادي موضوع اخر نقدر ندير لكم ان شاء الله في شي حلقه اخرى. كتنقص عليك الفلوس تاع لي باف، ما كتصدعش الجيران وتصدع والديك ولا تصدع وليداتك. ثالث حاجه كتقدر تلعب بالليل بالنهار حتى واحد ما مسوق عليك. لي كاسك كنصحكم بكيرك اللي هي كتسمى KRK موديل KNS 6400. هاد الكاسك كيديرو 980 درهم وهو رائع جدا بالنسبة للتسجيل والميكساج. هما سيسون دي كاسك فيرمي. هاد لي ديتاي ديال فيرمي اوفير سيمي اوفير غادي نقدر ندير لهم حلقات اخرى خاصة بهادشي. ومن اخص انتريسي بهادشي يكتب ليا لي كومونتير وانا معاك. الحاجة الثالثة اللي غادي خصنا هو ميكروفون. الميكروفون خصو يكون لارج ممبر. هاد لي ديتاي غادي نديرهم ان شاء الله في الحلقات الجايه. دابا نبقاو غير في الماتيريال وفي لي بري. بور لو ميكرو غادي نصحكم
microphone T-Bone SC400. هذا T-Bone فيه لا بويسونس زوينه والثمن ديالو رخيص اللي هو 550 درهم لاغلا على مسكين وغني مع راسك حتى لستة الصباح. شحال من واحد غادي يقول لي اجي غادي خصك بري امبلي؟ لا بري امبلي شنو هو اللعب ديالو؟ بري امبلي غير كيعطيك لي كولوراسيون الا بغيتي تبدل شي جيتار تولي واحد لو صون يكون عنده واحد الكولور في شكل ولا شي حاجه اخرى. اما لا كارت صون عندها بري امبلي فايت لديك الجي ابخي غادي الميكروفون يخصو خيط اكسلر باش يمشي من الميكرو لاكارت صون. بيان سور مخصوش يكون خايب ومخصوش يكون زوين بزاف، مخصوش يكون رخيص ومخصوش يكون غالي. غير هو نصيحة اللي نعطيكم، الخيط تاع الكابل ما يفوتش 5 متر باش لو سينيال ما كيوصلش فابل. الخيط ديال الميكروفون كيدير ما بين 150 درهم حتى 200 درهم، اكثر من هادشي ما غنحتاجوش. الميكرو غادي خصو بوب فيلتر ولا كنقولوا ليه بوب كيلر. هاد بوب كيلر مزيان بزاف بالاخص فاش كتكون كتغني تيخرجوا لك الكلمات فيهم بي ولا بي. هاد بي ولا بي كيديرونجيو الميكروفون كيتسمعوا وكيعطيو واحد ديستورسيون ولا كيعطيو واحد لو صون اللي ما تقدرش تصوبو وغادي يخسر لك الغناء كامل. هذه الاولى. ثانيا فاش كتحطو ما بين الميكرو وما بينه هو والغناء ديالك خصك تعرف لان فاش كنبغيو نغنيو خاص يكون واحد العبار ما بينك وبين الميكروفون. ما حدك كتقرب الميكروفون ما حد لي باس كيكثروا وما حد كتبعد ما حد كيكونوا لي زيغو. هاد لي ديتاي كذلك غادي نشرحهم لكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. هاد بوب فيلتر الثمن ديالو 200 درهم. عاد غادي خصنا الميكرو غادي خصو الرجل ديالو اللي كنسميو بي بيرس ولا بي جيراف. بي جيراف هي اللي كتكون حديده طويله وخارجه منها حديده اخرى. علاش كنستعملوها؟ الا بغيتي تحط بيبيتر ولا شي جيتاريست باغي يلعب جيتار تقدر تحطها هنايا وتصاوب الميكروفون كيما بغيتي. دونك ان بي بيرش ولا جيراف كيما كنقولوا ليها. هاد البي جيراف غادي تاخذها بديك 350 درهم لا غلا على مسكين. من بعد غادي خصك ان كلافي ماتر. كلافي ماتر هو عباره على ان بيانو كاين فيه من اوكتاف حتى الخمسة ستة ديال لي زوكتاف. شنو هما لي زوكتاف؟ هي ما بين دو ري مي فا صولا سي دو. هذا سي ان اوكتاف وغادي يطالع ستوديو اللي كيبداو ما غاديش يفوت جوج تاع لي زوكتاف. وكلافي ماتر كيكون هو بيانو خاوي ما فيه لا اصوات لا والو. هو كنبرونشي يو اس بي ديريكتومون كيمشي لورديناتور ديالك كتلعب بالجيتار في البيانو باتري لاباس كلهم كتلعبهم في هذاك الكلافي ماتر. وهذا الكلافي ماتر كنصحكم تاخذوا نكتار امباكت 61 يعني 61 توش. الثمن ديالو هو 970 درهم. ابخي غادي يسولني شحال من واحد على قضية تاع الاورديناتور. الاورديناتور هذاك اللي عندك في الدار هو اللي تخدم به ماشي ولا بد يكون فيه كاباسيتي كبيرة ولا يكون فيه لي رام كبار. هذاك اللي عندك الله يجعل شي بركة. ابخي غادي خصك لوجيسيال باش تسجل. بون اللي عنده الماك غادي يسجل بلوجيك برو واللي عنده بي سي ويندوز كاين ابلوتون لايف رائع جدا. واللي بغى يعرف لي زانستالاسيون ولا لي لوجيسيال منين غايجيبهم يصيفط لي ان ايميل وانا غادي نصيفط ليه ديريكتومون لي تكنيسيان مختصين بهادشي. فوالا سيداتي وسادتي اللي بغى يعرف اي حاجه على ستوديو وعلى ليزولاسيون ولا بغيتي ماتيريال بلوس كاليتي على هادشي يحط ليا كلشي في الكومونتير وانا غنجاوبو اولا ان ايميل. سي افيك ان غران بليزير.
كنتمنى هاد الحلقة تكون عجباتكم واستفدتوا معنا واحد شوية. أرى لنا غدا إن شاء الله الكوزينة. إلى اللقاء، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.